مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة بعنوان البيئة والإعلام. وسائل الإعلام بكل أنواعها عندها دور أساسي في تعريف المواطن بقضايا البيئة، وكذلك كتشرح وكتربي وكتحسس بطريقة التعامل مع المحيط البيئي ديالنا. الإعلام كل أنواع السمعية والبصرية والورقية والإلكترونية وغيرها، مهمته الأساسية كتكمن في إيصال الرسائل التحسيسية المتعلقة بقضايا البيئة بطريقة مبسطة ومفهومة للمتلقي بمختلف شرائحه العمرية. كتعمل وسائل الإعلام أيضا على تتبع القضايا البيئية ومحاورة المسؤولين والفاعلين في هذا القطاع باش يساهموا في نشر الوعي بقضايا البيئة والأخطار المحدقة بها. كيلعب الإعلام مختلف أشكاله دور أساسي للإخبار ونشر الوعي وتطوير ثقافة بيئية عند كافة مكونات المجتمع، لأنه كيمرر خطابات ورسائل تمس جمهور عريض. شنو هو الدور اللي كتلعبه الوزارة في هذا المجال؟ كتقوم الوزارة بإنجاز وبث وصلات وكبسولات سمعية بصرية وكذلك أفلام وثائقية للتعريف بمهامها وإنجازاتها وللتعبئة ومواكبة الدينامية والإشاعة اللي كيعرفوهم بلادنا. الوزارة كتعمل كذلك على مواصلة تقويض جسور التواصل مع الإعلام السمعي البصري المكتوب وكذلك الإعلام الإلكتروني، وكتراهن عليه كشريك أساسي من خلال مده بمعطيته معلومات، إشراكه في تتبع المنجزات عبر حضوره في التظاهرات والزيارات الميدانية وتقوية قدراته. وهنا كنستروا على أن الوزارة كتعمل على خلق شبكة إعلامية متخصصة متمرنة معبأة وتتملك القضية من أجل ترسيخ ثقافة البيئة والتنمية المستدامة في المغرب. وما ننساوش البيئة منبع الحياة وأمل المستقبل، نحافظوا عليها جميعاً.